بيكم في موقع شركة القمة العربية للتوظيف. في الفيديو ده هاخدكم في جولة سريعة تعريفية بالموقع. هنبتدي معاكم بالشريط الأزرق اللي فوق، واللي هيساعدك انك تتواصل معانا لو عندك اي استفسار سواء على الايميل او رسائل او التليفون. نيجي دلوقتي للقائمة الرئيسية، واللي بتتكون من 6 ايقونات، واول حاجة هنبدأ بيها هي ايقونة منح، واللي فيها هنتعرف على الشركة اكتر وعلى الخدمات اللي بتقدمها شركتنا. الايقونة اللي بعدها هي ايقونة الوظيفة، واللي فيها هتقدر تبحث عن الوظيفة اللي تناسبك بكل سهولة. فبتيجي تكتب هنا اسم الوظيفة، وبعدها بتدوس بحث، فبيجي لك كل الوظائف المتاحة حاليا. نيجي على الايقونة اللي بعدها وهي ايقونة خدماتنا، واللي هتلاقي فيها تفاصيل اكتر عن الخدمات اللي احنا بنقدمها. بعد كده عندنا ايقونة السيرة الذاتية، وهي من أهم الأيقونات اللي بتهم الباحث عن الوظيفة، لأن من خلالها بيبقى في استمارة لها بياناتك الشخصية، وبيتم اختيار الوظيفة المناسبة ليك. وزي ما شايفين احنا دلوقتي إن في أبلكيشن لكل تخصص وظيفي، ولو ملقتش تخصصك تقدر تملى الأبلكيشن بتاعت كل التخصصات وهتلاقيها موجودة تحت خالص. الأيقونة اللي بعدها هي طلب كواد المصرية، ودي خاصة بالشركات والمؤسسات اللي بتدور على عمالة مصرية ماهرة، وفيها برضو أبلكيشن بتساعدنا على اختيار العمالة الأكثر. نيجي لآخر أيقونة وهي أيقونة الشروط والأحكام، ومن المهم جدا إنك تطلع عليها قبل ما تسجل بياناتك، سواء للباحثين عن عمل أو للشركات والمؤسسات الباحثين عن كوادر بشرية كفء. وأخيرا المدونة بتاعتنا، لو حبيتوا تعرفوا أكتر عننا أو تتواصلوا معانا، ما تنسوش تتواصلوا معانا على انستجرام ولينكد ان ويوتيوب وتويتر وجوجل بلس وفيسبوك. وفي الختام، شركة القمة العربية بتتمنى لكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.